إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أبو رياض شو بالله هذا برج الهوز كيف يتبخ يعني بدل على وجهه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تذكرون الإكسبيديشن هذا 2018 اللي عدلنا عليها المبرد الحراري حق الموية وركبنا له المبرد الليتركول من 40 فحم. طبعا عدلنا كل شيء وكل شيء كان تمام. الشيء البسيط الوحيد اللي كان وكل سبحان الله، طبعا كل تجربة يكون فيها أحيانا يكون أخطاء أو سلبية. خلينا الهوز الحار حق الوكالة يكون هو نفس الخط حق الجير زي ما عدلنا بقية المنظومة المواسير والحبنات الحيم. اللي هذا الهوز كان حق الحار، للأسف كان ضعيف، بس وقتها كان ما شاء الله تبارك الله قوي. طلع الرجال من عندي ما شاء الله الحرارة أحلى ما يكون، الوضع تمام. ممكن ما كمل أعتقد أسبوع أو 4 أيام بالكثير. اللي أمس أنا كنت طالع أبها سبحان الله عشان أخذ المحروس هذا، الله يبارك لي إن شاء الله. الرجال يقول لي أنا في الدرب الزيت روح الجير ما عاد عشق. طبعا أي واحد أنا أشتغل له بعون الله، إن كنت قريب راح أنا أتكفل بكل شيء، وإن كان بعيد برضو راح أتكفل بكل شيء ما دام الخطأ مني والخطأ وارد وما عندي أي إشكالية ولا في أي مشكلة. دام المشكلة قائمة وخطأ أعترف فيه. فكان الخطأ من الهوز هذا انشق، لاحظوا انشق، فقلت خلاص نزل السيارة. طبعا برضو حملها سطحها كان شغالة، ولما خلص الزيت بالكامل سبحان الله نظام سيفتي صار ما عاد يقبل السيارة تعشق أو تتحرر الجير. فحاولنا يحرر الجير عن طريق الواير اللي جوه حق الطواري ما نفع، فأرسلت له مقطع حق التحرير الجير ميكانيكيا عن طريق المسمار، راح أوريكم إياه. على العموم الهوز هذا جبت له أنا هوز، طبعا جبت الأغراض معي من البيت، والله طلعت مشوار من جيزان على الدرب ولكن يستاهل. دام الخطأ أنا فيه أنا أتحمله، فجبت الهوز. لاحظوا هذا الهوز من حق الهيدروليك، ركبت له قفزان نفس القفزان هذه، وعبيت زيت حق الوكالة. أخذ مني 7 علب بالكامل، 7 علب بالكامل برضو أنا تكفلت فيهم، وراح لهم أوريكم بالعيار. ما شاء الله تبارك الله تمام، وصار عندي الجير يعشق. طبعا لما رفض يعشق طلع في اكواد، ومن ضمن الاكواد ان الزيت منخفض. طبعا نظام ما شاء الله تبارك الله السيارات الامريكيه دقيقه جدا في التشخيص وفي الاعطال، عشان كذا نظام سيفتي لما الزيت الجير وقع خلص او انتهى صار الجير ما عاد يقبل يعشق. طب الحين راح اوريكم بالعيار ما شاء الله تبارك الله. لاحظوا على المربع بالملي، لا تلاحظون على المربع اللي عندي هنا بالملي، يعني الزيت الان عندي هنا ما شاء الله تبارك الله على المربع هذا عندي بالملي، يعني الزيت الان فل. وهذا الهوز اللي كان ضرب، طبعا هذا كان حق الوكاله، قلت يمكن سبحان الله يدي غرض، لكن سبحان الله الحار حق المويه مو نفس الحار حق الجير. فجبت له هوز اقوى هيدروليك وركبت هنا 2 قفزان، ومن اسفل من الامام 2 قفزان، وبعون الله انه ما عاد يصير اي مشاكل، والان كل شيء على ما يرام. شديت سره المعايره، هذا ما شاء الله تبارك الله الله يبارك له. الحين بس نجرب التعشيقات والتغييرات بيكون كذا ان شاء الله حلينا المشكله. السلام عليكم برياض، انا غسلت السياره انا قبل فتره بالديزل كذا عشان اشوف، بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا اللي غيرناه، هذا الكابل اللي غيرناه، الحمد لله الامور ماشيه تمام الى الان. انا ان شاء الله ماشي على مكه، بس حبيت اصور لك تشوف. الله يكتب لي فيه الخير. ما ركبت الغطاء ولا شيء، ان شاء الله الحين اغير زيت ماكينه وشيك الزيوت كلها وبعدين نحرك باذن الله. هذا اللي حناه.